أمين محمد. عادي عادي صوت شوية. ملك أمين محمد. اسم حضرتك؟ فضل مصر. ألو. أيوة مروة عاملة إيه؟ أنا تمام الحمد لله. أنت خارجة بكرة؟ خارجة بكرة؟ أيوة مامي كذا كذا كذا. أنا اسمعك. أيوة مروة عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. أنت خارجين بكرة؟ أه تمام. لا أنا هقول لماما عادي هي هتوافق. طيب ماشي هقفل معاكي دلوقتي وهشوفها هتقول ايه. تمام ماشي باي. ماما اصحابي بكرة؟ لا يقولوا كلهم خارجين. قلت لا. انت عارفة الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير. لا يعني لا مفيش خروج مع اصحابي. لا اسمعي بس اسمعي احنا مش هنروح بعيد ثم كمان احنا كلنا بنات وخارجين مع بعض. الموضوع ده انتهى ما تتكلميش تاني. يا ماما طب انا اتفقت معاهم طيب اعمل ايه؟ شكرا. قول لهم ايه دلوقتي؟